يا ناس هي دي الحدوتة حدوتة مصرية حدوتة مصرية تركيبة غريبة هي أربع عادات وصفات بس للأسف الناس نسيت قيمة المصري الناس نسيت إيه هو الغنى بتاع المصري دلوقتي بقى نسمع كلام من المصري ده زبالة وممل وإن الشعب ده يا جماعة مش فايدة ما ينفعش معاه ثورات وإن هو الشعب ده لكن يتجمع ويتولع فيه يعني إن شاء الله كلها سنتين هتكون الناس ماشيين بالراكب بنزين ولا عادي حاجة مش مصرية بالنسبة لي فقررت أبص على المصريين وأراقبهم وأحللهم لقيت إن إحنا فعلا شعب غريب شعب عنده أربع عادات يعني مثلا يا جماعة احنا الشعب الوحيد اللي مصر اصلا احنا البلد غير كده كمان لان احنا الشعب الوحيد اللي دايما في الاسامي بيخلص يعني فيسبوك بنسميه فيس ماكدونالدز بنسميه ماك غير كده كمان لان احنا من الشعوب اللي دايما خلف اختلاف عكس القوانين ما تحبش تتبع تبع ما تحبش تمشي تبع القوانين يعني مثلا البنت السيدة المصريين جايين قلت ان هم يجوا الساعة 9 لا يجوا الساعة 4 يلبسوا لبس مثلا فورد لا جايين يلبسوا كده بس احنا يا جماعه شعب ما بنحبش تبع قوانين بس بجد بجد ان احنا بجد شعب مميز شعب عنده صفات حلوه قوي زي مثلا الجدعنه مش هامله غريبه الطيبه المروءه خفه الدم العجيبه والابداع ان احنا عاطفيين قوي اول حاجه الابداع عندنا في مصر يا جماعه اول ما بنسمع كلمه حرامي بنطلع نجري ورا اول حرام ورا اول حرامي ونجري طرد وقبل ما هو يوصل الاسم الخط بيموت بس احنا يا جماعه شعب من جوانا عندنا دافع دافع الشجاعه دافع الجدعنه دافع ان احنا نتحرك وما نسيبش حد يصدع ورد نفس الحكايه برضه عند الصحاب عندنا يا جماعه في مصر الصحاب ما يسيبوش بعض يعني لو انا صاحبي عنده مشكله او عنده او عنده مشكله او عنده مشكله في حاجه بقعد معاه اساعده غصب عنه عشان احنا كمصريين بنحب نساعد بعض عندنا حب المساعده عندنا حته المروءه اللي هي ان احنا ما نسيبش حد في دقيقه لوحده. خفه الدم احنا يا جماعه كشعب دمه خفيف جدا. دايما ما بيعديش لحظه الا وفيها ضحك وتمييز. يعني مثلا وقت الثوره في الميدان ضرب نار وبلطجه ورصاص وكل حاجه. الناس برضه كانت برضه مصره ترفع بانر زي دي بتدفع مصره عندكم. احنا يا جماعه شعب طبعه دمه خفيف ما بيحبش يعدي دقيقه غير وهو بيضحك ما بيحبش يعدي موقف ما الا ويلف تغيير. شوف يا جماعه ان ده بتخلي الموسيقى دي بتخلينا ان احنا شعب مشوش ودي حاجه مش عند كل الناس. ابداع احنا يا جماعه شعب مبدع جدا جدا بجد اخترعنا حاجات كتيره قوي ما يعني مثلا المسحرات كل يوم قبل الفجر يصحي الناس غصب عنها ويفضحهم باساميهم بجد واحنا يا جماعه الشغلانه دي احنا اللي عملناها زي برضه الكشري احنا برضه عملنا الكشري ده يا جماعه عباره عن اكله معموله في حاجات كويسه قوي زي مثلا العدس والرز والشعريه في نفس الوقت اكله دسمه جدا ورخيصه برضه تخلي بطنك مطبوخ لمده يومين برضه سندوتشات احنا يا جماعه الشعب الوحيد اللي حط مخ في سندوتشات ده برضه ابداع من الوطن احنا شعب مبدع بالغبال مبدع كل حاجه تقريبا طب القلب احنا يا جماعه شعب بنعمل زي البفته البيضاء بجد ما بنسيبش من حد ما بنقعدش من حد دايما قلوبنا بيد الخير يعني مثلا عندنا في مصر تلاقي كتير قوي جمعيات خيريه بتساعد الناس ليه؟ عشان احنا قلوبنا عمدنا بتحب تساعد بتحب تساعد الناس وحبوبه وبتحب ما بتحبش حد ضعيف او فقير او محتاج مساعده برضه المصريين برضه عندهم حاجه حلوه قوي ان هما ما بيشيلوش ما بيزعلوش يعني في خناقه بمجرد كده تقول له تحب على راسك تحب على راسك خلاص المشكله خلصت احنا في مصر قلبنا طيب قوي وبجد بجد بجد عمرنا ما بنشيل الرجوله احنا يا جماعه الشعب كلها رجاله تقريبا كلها رجاله ما بنحبش الصفه دي تيجي عن شخصيتنا يعني مثلا في اي شخصيه بنحب نفضل الرجوله دي من المقاييس
يعني ولد امتي ديمت راجل الولد ده راجل قوي. ايه الرجوله بالنسبه لنا؟ الرجوله ان انت تعدي الموقف الصعب المصعب، تعدي في الحديد، ما تعيطش، ما تاثرش في حاجه. ودي ايه مصوره في ظهرك قوي، يعني مديرين اهو بيرموا نفسهم جوه العساكر ما بيخافوش عشان احنا رجاله. رجاله كمان يا جماعه احنا شعب غير قوي، بيغير على على اهله وعلى وعلى دينه وعلى بلده، ما بيحبش حد كده يبص فيلم عليه. وشوف دي بقى حاجه مهمه قوي فيها. العاطفه. بنت معنا ده بس معنا ده. احنا يا جماعه شعب عاطفي جدا، بيحاكم دايما قلبه قبل عقله. يعني مثلا الزعماء. الزعماء على مر تاريخ مصر كان دايما في الخطابات يحطوا حته يحطوا حته تحرك مشاعرنا. بحيث ان احنا نتاثر عشان هم عارفين ان احنا مشاعرنا دايما محكمه قبل علامه. احنا يا جماعه شعب بنمشي مشاعرك بتبدا مننا. يعني مثلا امي وهي ابويا دلوقتي امي قدام اي مسلسل نشر اخبار افلام بتعيط بجد دايما نعم دايما مشاعرها خياطه. عم منصور احنا يا جماعه قررنا ناخد انا قررت اخد كمثال مش عارف مصري واحد احلله واشوف فعلا في صفات دي ولا لا. فاخدت عم منصور ده يا جماعه جنايني من غير مستواك وعزه وتجاره هو اصلا اسواني. لقيت في جدعان مش هنا يعني مثلا ينزل يوم اجازته عشان احنا عندي مشوار مهم بيجي يوصلني. مثلا يوم طولتي يجي يشجعني مع ان هي مش فرض عليه. وفي مره ماشيين بالعربيه هي مسكر غلط ضربنا سكر غلطان والعربيه اتنشفت. قلت عم منصور هينزل بقى يدي قلم على وشه وبتاع. لا عم منصور نزل خده وداه على المستشفى وقعد مع ليلى في حلها عشان قدر عشان عم منصور شاف بطبعه حتى لو قدام جمهور غلطان ما بيحبش حد سنة. فكده كمان عم غير كده كمان عم منصور دمه خفيف قوي جدا يعني في اي وقت ضحك. يعني قول له عم منصور انا متضايق ما تضحكنيش بيضحكني برضه عشان هو بطبعه دمه خفيف. عم منصور برضه غيور قوي على بلده يعني ما يسمحش لحد يمسك مع العثمانيين. فاهمني ازاي؟ غير كده كمان لقيت الصفات كلها دي يعني مثلا صفة مثلا الرجولة. عم منصور يا جماعة راجل جدا يعني ما يخافش من حاجة بيعدي الحديد زي ما بنقول. فضحنا ليه جدا؟ احنا دلوقتي يا جماعة في مصر عندنا مشاكل كتير قوي في الشخصيات وعندنا فساد وعندنا بلطجة وسرقة وكل حاجة. أنا أقول لكم ليه؟ أنا شايف إن ده عندنا عشان عندنا من فترة طويلة قوي كان فيها فساد وسرقة وبلطجة. الشعب ما كانش بيلاقي ياكل، اللي بيتكلم بيتاخد ما بيبانش تاني. الشعب يا جماعة كان بيكمل عشان بس الفايح. الشعب عاش فترة طويلة قوي فترة صعبة. فطبيعي يتغير، طبيعي صفاته دي تتغير، طبيعي شخصيته تتأثر. بس أنا من رأيي إن إحنا معدننا دايما موجود، معدننا موجود في وقت الثورة مثلا، معدننا عمره ما راح، عشان إحنا بقينا شعب أصيل. بس طبيعي إحنا نتغير. فيا جماعة يا ريت اللي بتشوفوه إن هو مصري افتخر إن هو مصري. افتخر لو فتفوتك انا ابن النيل انا عربي مصري اصيل كلام.